انتخابات تحت الميكروسكوب. إذا كان من المفروض أن كل انتخابات تخضع لرقابة واضحة، فأعتقد أن هذه الانتخابات تحتاج إلى قدر أوسع من الشفافية وإثبات حالة لكل ما يحدث فيها، بالإضافة لطرق المراقبة التقليدية الموجودة في انتخابات كثيرة. فالحقيقة أن في فتح باب للعديد من المنظمات الدولية ربما للمرة الأولى، على رأسها الاتحاد الأوروبي مثلا ومنظمات أخرى دولية، بالإضافة إلى منظمات إقليمية تعمل في هذا المجال. فتح لها هذا الباب للمشاركة في الرقابة، وأفكار مصرية مبدعة تساهم في أن هذه الانتخابات تصبح أكثر شفافية. إذا كانت ماعت هي إلهة العدل عند قدماء المصريين، وريشتها الشهيرة هي اللي بتفرق في الطريق إلى الجنة والنار، فالحقيقة إن الاختراعات المصرية لم تقف عند ذلك، ووصلنا إلى ريشة أخرى للعدالة. هي مش ريشة الحقيقة، هي تابلت بيحاول إن هو يوثق ما يحدث بشكل كبير. أنا بتكلم عن موضوع الشفافية والنزاهة في الانتخابات، بتناوله في هذه الفقرة من زاويتين: زاوية الرقابة على الانتخابات، وهيكون معانا للحديث عن هذا الموضوع دكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج مرصد الانتخابات الرئاسية دشنه مركز ماعت للحقوق السياسية، كتجمع لمجموعة منظمات ستراقب على الانتخابات. بتكلم عن اختراع آخر شغل الرأي العام وسهل الحقيقة الكثير وأصبح على لسان الجميع، سواء في جمع التوكيلات للمرشحي الرئاسة أو في انتخابات المصريين في الخارج. دور البطولة لعبه جهاز صغير بيستخدم في أغراض أخرى، لكنه طور ليستخدم في الكشف عن التصويت والقواعد الانتخابية، وهو جهاز القارئ الآلي أو الباركود زي ما بنعرفه في أغراضه الأخرى. صاحب هذه الفكرة أو صحابه مجموعة من الشباب بيعملوا في مؤسسة خاصة هي اللي قدمت الاقتراح لوزارة الاتصالات، بيمثلهم المهندس وليد فؤاد أحد أصحاب هذه الفكرة. أهلا بحضراتكم. خلينا نبدأ من الفكرة المثيرة للالتفات الحقيقة، فكرة القارئ الآلي. لو نفهم أولا، دي طريقة موجودة في مراقبة الانتخابات بشكل عام ولا هي ابتكار مصري خالص؟ هي التكنولوجيا طبعا موجودة، كل اللي اتعمل. إيه هي التكنولوجيا أصلا؟ التكنولوجيا إن أنا بستخدم قارئ بسيط ذو شاشة واضحة جدا للمستخدم، وبطريقة مؤمنة أقدر أقرأ بيها بيانات المواطن وأتحقق من هويته. دي أهم حاجة، إن البطاقة الرقم القومي تعتبر هي الهوية اللي فيها بيانات المواطن، وطلعها بطريقة مؤمنة وأتأكد إن البيانات اللي عليها سليمة والوثيقة نفسها سليمة، وبعد كده أبتدي أخذ الإجراءات اللي هي حسب قانون الانتخاب المصري اللي هو مسجل في قاعدة البيانات، له حق الانتخاب. كل ده عن طريق كل ده الجهاز بيحكمه مع المنظومة المتكاملة اللي هي طبعا جت الريكويرمنت أو المتطلبات الأساسية من اللجنة العليا للانتخابات، إن كانت في الانتخابات الدستورية أو الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، طبعا لوزارة الاتصالات اللي هي اشتغلت بجهد كبير جدا معانا وطبعا مع المهندسين بتوعنا ان نطلع المنظومة دي، مع التنمية الإدارية وزارة التنمية الإدارية نطلع منظومة متكاملة تحقق للمواطن السهولة في عملية الاستفتاء نفسها، الأمان في البيانات وانتقال البيانات من مكان الاقتراع نفسه إلى اللجنة العليا للانتخابات، نقدر يقدروا يطلعوا منها بيانات لحظية، يعني كل بطاقة بتتقري في سفارة من السفارات على سبيل المثال في المرحلة اللي احنا لسه بخلصينها امبارح، كانت بتسجل في اللجنة العليا للانتخابات، احصائيات لحظية يقدروا يطلعوا منها بيانات كتير، يقدروا يتابعوا بيها حركة الانتخابات نفسها، لو في ازدحام او في تكدس او في مشاكل عن طريق الجهاز كان ليهم عين في كل. يعني انا برضو بحاول افهم، يعني انا يعني مش متخصصين زي حضرتك، بنحاول نفهم. يعني احنا اول شكل يعني واحنا بنفهم ايه الفكره دي جاء تبادر الى اذهاننا، هو الجهاز القارئ او السكانر الموجود في مثلا محلات سوبر ماركت او محلات البضائع العاديه. تمام. اللي بيمسح الباركود اللي موجود على البضائع. تمام. وبيتاكد من اسعارها. هل هي نفس الفكره نفس التكنولوجيا؟ هي التكنولوجيا موجوده. لان هدي لحضرتك مثال، احنا ممكن نعمل تجربه سريعه. ده بطاقه يعني قريبه من بطاقه الرقم القومي. بطاقه الرقم القومي تحتوي على باركود مشفر موجود من اكتر من يمكن من اول ما البطاقه طلعت، البيانات كلها مشفره على هنا، فاحنا استخدمنا التكنولوجيا الموجوده هنا ان انا اطلع البيانات الموجوده واتاكد ان هي نفس البيانات الموجوده. بعد كده يعني لو عملنا التجربه دي على يعني بسرعه هنلاقي ان حضرتك احنا بنقرا في لحظه البيانات كلها طلعت هنا، بتحقق من
البيانات طلع فعلا اسم ورقم وثيقه وتاريخ ميلاد، طلعت البيانات المفروض انها موجوده على ما يشبه البطاقه اللي مع حضرتك. بالظبط، هنا تاكد ان البطاقه دي سليمه، لما تفكت البيانات دي والبيانات طبقت يعني معناها الوثيقه دي سليمه. بعد كده بيبتدي الاجراء زي ما يكون الاجراء على كمبيوتر عادي، على كلها بالتاتش، ففي بسلاسه ويتم التسجيل وبعت البيانات اللي ايه اللي سجلت هنا على الجهاز تتبعت للجنه العليا. ده بقى عن طريق ربط قواعد البيانات بقى نظام اتصال او شبكه مغلقه ومؤمنه عن طريق وزاره الاتصالات في سلاسه ويسر. يمكن كنا بنتكلم من شويه ان الناخب بياخد حوالي 7 ل 10 دقائق في الوقت الطبيعي بالمنظومه الورقيه، هنا بياخد اكتر اقل من. طب يعني انا هحاول افهم برضو من حضرتك ازاي الفكره جت وازاي تقدمتم بيها، بس انا عايز ارجع هنا واشك معانا دكتور ولاء. اولا يعني من ناحيه بقى التطبيق فيما يتعلق بيه، انتم بتراقبوا هل بالفعل تطبيق زي ده مؤمن بما يكفي بيضمن النزاهه بخلاف طبعا ان هو بيقلل الوقت زي ما قال الباشمهندس؟ طيب انا بشكر حضرتك على الاستضافه. اولا احنا واحد من اهم التحديات اللي كانت بتقابل نزاهه العمليه الانتخابيه في مصر طول السنين اللي فاتت مرتبطه بمستوى التكنولوجيا المستخدم. مستوى التكنولوجيا اللي كان بيستخدم في الانتخابات المصريه على مدار تاريخها هو مستوى تقليدي متخلف الى حد كبير، بيعتمد على العامل البشري او على العنصر البشري، بالتالي فرصه الخطا كبيره، فرصه التدخل البشري كبيره، وبالتالي ده بيدي مساحه للانظمه الاستبداديه، للحكومات اللي مش مؤمنه او ما عندهاش اراده سياسيه كافيه ل يعني اجراء انتخابات نزيهه بالتدخل بشكل سلبي. الشيء الجيد والملمح الايجابي في مرحله ما بعد الثوره ان في شكل من اشكال توظيف التكنولوجيا، الشكل ده يعني ابتدينا نشوف مستوى متقدم منه في الاستفتاء من خلال الجهاز العظيم ده اللي استخدم في نطاق ضيق بشكل تجريبي في حوالي 100 لجنه انتخابيه، واللي استخدم بكثافه في الانتخابات الرئاسيه الاخيره من خلال 2000 جهاز. خلال ال 2000 جهاز دول حلوا مشكله كبيره في مرحله جمع التأييدات. ايه المشاكل اللي حلها الجهاز؟ اولا الوقت اللي كان مطلوب للتحقق من اصحاب التأييدات اللي بيأيدوا مرشح معين، التحقق من عدم تكرار تأييد مواطن معين لأكثر من مرشح، كمان مرحلة عد التأييدات. احنا بنتكلم على واحد من المرشحين قدم حوالي 200 ألف تأييد والتاني قدم حوالي 30 ألف تأييد. فالوقت اللازم نعد التأييدات دي والتأكد من ملائمتها ومن انطباق الشروط عليها مسألة محتاجة وقت طويل جدا. صحيح. جهاز القارئ الإلكتروني حل المشكلة دي. هل انتوا كمنظمات بتراقب طلبتوا من انتوا تجروا تجارب على هذا الجهاز تتأكدوا فعلا من مصداقية البيانات اللي بيحصل عليها وانه فعلا بيضمن عدم تكرار البيانات وبيضمن ان مفيش حد ممكن يدخل بيانات اكتر من مرة؟ طيب هو طبعا المسألة دي بتخضع لي يعني رؤية الخبراء اكتر، لكن اللي احنا كنا بنوصي بيه بشكل دائم في كل المرات اللي فاتت هو توظيف التكنولوجيا والاستفادة من التكنولوجيا عشان نقلل تدخل العامل البشري، ده كان المهمة الأبرز بالنسبة لنا. فيما يتعلق بجهاز القارئ الإلكتروني احنا بالفعل لم نتلقى خلال مرحلة فتح باب الترشح، احنا أصدرنا تقرير عن ده طبعا، لم نتلقى شكاوى من أي من المرشحين أو حملتهم أو أي من الأطراف التانية المتضمنة في العملية الانتخابية شكاوى بشأن التضرر أو التظلم من جهاز القارئ الإلكتروني أو أن جهاز القارئ الإلكتروني كان استخدامه مش في صالحهم. يعني هو امبارح قال لنا سعاده سفير بدر عبد العاطي ان هو كشف حالات محاوله اعاده التصويت في بعض السفارات. ايجابي جدا. بالظبط، وقدر يرصد ان مثلا في مواطن حاول يصوت اكتر من مره. بالفعل، وده حصل كمان حتى في مرحله جمع التأييدات، لان ده في مكاتب الشهر العقاري حصلت محاولات لاني شراء اللي بتحصل في الانتخابات اللي فاتت، فبالتالي الجهاز كان كاشف للمساله دي وبسهوله وبسرعه. احنا شايفين ان استخدام الجهاز ايجابي جدا، ممكن تظهر بعض المشاكل الفنيه الصغيره في التطبيق بعد كده بس تخضع للتعديل والمعالجه، لكن المهم ان احنا انتقلنا من مرحله التكنولوجيا اللي بتعتمد على العامل البشري وبالتالي بتفتح الباب لاخطاء العامل البشري وتدخلات العامل البشري وهوى العامل البشري طبعا، الى تكنولوجيا اكثر تقدما بتستخدم يعني ادوات اكثر حياديه واكثر موثوقيه في نزاهه.